الوزارة موقفها واضح في مسألة جامع اللخمي، هي طبقت القانون وهي طلبت من كل إنسان يرى أن الوزارة مخالفة لهذا القانون أن يتوجه إلى الهيئات القضائية مثل المحكمة الإدارية، وبإمكاننا جميعا أن نلتزم بالقانون الذي نحن ننشده في دولة ديمقراطية تهدف إلى احترام المؤسسات جميعا. وبالنسبة للمصلين نحن نطلب منهم الهدوء ونطلب منهم التعقل في مسألة صلاة الجمعة، علما بأن عدم صلاة وتعطيلها هو أمر مرفوض دينيا وكذلك مرفوض قانونيا، ونتمنى لو أن المصلين يلتزمون بالهدوء، ونحن ساعون لإيجاد حل يرضي كل الأطراف.